هذا كتلاحظوا باللي في هاد السنوات الأخيرة بالخصوص يعني بلادنا بدأت تتغير. كاين شركات جاتنا من أمريكا تل هنا للمغرب وغادي تتوسع، ولكن ماشي غير في المغرب، في المغرب في فرنسا اش كدير؟ كتبيع للمغاربة الخبز والكفتة. انا تنبقى نتعجب، تنقول هاد الدولة اللي الناس كيديروا المطبخ ديالها من احسن المطابخ في العالم، ان لم يكن احسن المطابخ في العالم، واش حنا محتاجين شركات أمريكية او حتى فرنسية تجي دير لنا يعني اماكن اللي ولات؟ ولكن عندهم، هما عندهم الرأس مال وعندهم الإبداع خصنا نقولوها، وعندهم واحد الإشهار، آلة إشهارية خطيرة اللي كتفسر الناس باللي هاد الشهادة اللي كيبيعوهما صحي نظيف إلى آخره، وكيجلبوا الأسر من خلال الأطفال إلى آخره. تا ما بقاش الإنسان تفكر. أنا تنتعجب لأنه قيل لي وقد رأيت هذا بعض الشيء، أنه في بعض الأماكن اللي كيبيعوا هذيك الوجبات السريعة اللا صحية و الخطيرة على الصحة والتي تسببت في البدانة عندهم، راه الا مشيتوا للولايات المتحدة غادي تشوفوا بنادم تقولوا هذا واش بنادم ولا طنجير ديال الخليع، فهمتيني ولا؟ في الغالب يعني عندهم واحد الاوزان يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، هما اللي عندهم لوبيزيتي لا بلوس دون المون، فهمتيني ولا لا؟ وكلشي تيمشي ياكل هذيك 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 الوجبات السريعة. شنو النتيجة ديالها؟ هو يعني دايرين السيرفيس في السيارة، دايرين السيرفيس، تنبقى تنتعجب، تنقول هذه هذه الدرجه ما لقيناش حنايا اللي وهكذا. على كل حال انا ماشي دابا تنطالب باش نمنعوا هذا الشيء، لا، ولكن تنطالب اولا خصني نوعيكم انتوما شنو هو الخطر اللي عليكم. انا ما جبدتكمش راه عندك شحال لكم كنقول لكم تمشيو تبيعوا الخبز والكفته، بوتيت خصيتو بون ايديا جنون سريع، ماشي بعيد، راه تقدر تكون هذه فكره جيده إلا عرفتي ديروا لذاك الشيء هذا، لأنه ما يمكنش الأمريكان يسبقونا في الماكلة، طلعوا للقمر هما الأولين برك مسعود، ولكن ماكلتنا أحسن من ماكلتهم 100%. أنا مشيت لأمريكا وعرض علينا أوباما وكلنا صوبة باردة، صوبة عمركم شتيو صوبة باردة؟ إلا بغيتو تشربوها سيروا لأمريكا عند أوباما وتشوفوها ولا عند رئيس الدولة الأمريكية. علاش نقول لكم هذا الشيء؟ نزيدكم واحد المثال آخر، غادي هذا المثال هذا غادي تنتبهوا له، ولكن ما انتبهنالوش في الوقت المناسب، والجرانات واحد العدد منهم تسلقوا، ولكن جرانات اخرين راهما جايين غير تسلقوا.